أعزائي طلاب مدرسة أورينت الافتراضية، أهلا وسهلا بكم ونتابع معكم سلسلة دروس مادة الأحياء في الصف الثالث الثانوي العلمي بالمنهاج الليبي. اليوم هو الدرس 30، وهو الدرس الثاني من الوحدة الخامسة في كتاب الطالب، وسنبدأ به بالحقيقة بدراسة التكاثر عند الإنسان، وسنبدأ بالتعرف من خلال هذا الدرس على الجهاز التناسلي الذكري. قلنا سابقا في الدرس الماضي كيف يتم عملية تشكل الأمشاج، إن كان الحيوان المنوي وإن كان البويضة، واللذين يتشكلان نتيجة انقسام اختزالي في خلايا أو للخلايا التناسلية للأبوين في الذكر والأنثى، وبعد ذلك تتم عملية الإخصاب ما بين هذين المشيجين ليعطي الزيجوت التي تعاود من خلال عملية الإخصاب الصيغة الصبغية الثنائية، وبالتالي من بعد أن تتشكل الخلية المخصبة أو اللاقحة أو الزيجوت يطرأ عليها الانقسامات الخيطية أو نسميها الانقسامات الميتوزية، لأنها لا تغير في الأعداد الصبغية لتعطي الكائن الحي الكامل. إذن الجهاز التناسلي الذكري من خلال الشكل نلاحظ أنه توجد في الذكر خصيتان بيضويتان كما في الشكل، في زوج من الأكياس بين الفخذين يسميان كيساء الصفن. إذن الجهاز التناسلي الذكري يتمثل بالخصيتين كأساس موجودين ضمن أكياس تسمى كيساء الصفن، وهما امتداد كيساء الصفن للجلد يشبه الجيب خارج الجسم طبعا، ويحتاج نمو الحيوان المنوي إلى درجة حرارة أدنى من درجة حرارة الجسم، ولذلك تخرج الخصيتان ضمن كيس الصفن إلى خارج الجسم، ويفسر ذلك كما قلنا كون الخصال تقع في كيس الصفن خارج التجويف الجسدي الرئيس، ويوجد في الطرف العلوي لكل خصية، إذا يخرج من الخصية الحبل المنوي والذي يكون غنيا بالأوعية الدموية، كما تحتوي عليه البربخ وهو أنبوب ضيق، لو لاحظنا في الشكل البربخ وهو أنبوب ضيق كثير الالتفاف أو اللفات يبدأ من نهاية الخصية. تنتج الخصوة إذن الحيوانات المنوية ويمكن تخزينها بشكل مؤقت في صورة غير نشطة في البربخ، إذن تخزن بشكل مؤقت الحيوانات المنوية المنتجة من الخصاب في البربخ قبل دخولها القناة المنوية، أو يسمى أحيانا الوعاء الناقل للنطاق. وتمر القناة المنوية من كل جانب إلى التجويف البطني كما نلاحظ في الشكل، حيث تلتف فوق الحالب في كل جانب وتفتح في النهاية داخل قناة مجرى البول. في منطقة التقاء أو انفتاح على مجرى البول تنفتح غدة تسمى الحويصلة المنوية. على كل قناة منوية إذن يوجد حويصلة منوية، ونجد عند قاعة المثانة البولية حيث تتصل القناتان المنويتان بقناة مجرى البول غدة تسمى غدة البروستاتا، والموجود أسفلها أيضا غدة صغيرة أصغر منها حجما تسمى غدة كوبر. وتفرز الحويصلة المنوية وغدة البروستاتا وغدة كوبر السوائل أو سائلا زلقا يختلط بالحيوانات المنوية، وهذا السائل يسمى المني. إذن المني مسؤول عن إفرازه ثلاث غدد، الحويصلة المنوية وغدة البروستاتا وغدة كوبر. ويحتوي المائع في المني أو هذا السائل على مواد مغذية وأنزيمات تعمل على تغذية الحيوانات المنوية وتنشيطها حتى تستطيع السباحة بنشاط. إذن ستكون الحيوانات المنوية ضمن المني
بحيث يؤمن هذا السائل الغذاء ويؤمن لها حركة مستمرة ونشطة. وتخزن الحواس المنوية أيضا هذه المفرزات إضافة إلى الحيوانات المنوية بشكل مؤقت قبل القذف، طبعا وهو الذي يحصل أثناء عملية الإخصاء. قناة مجرى البول راح تلاحظوا وهي أنبوب يمر خلال القضيب، وهو الجزء الخارجي من يحتوي قناة مجرى البول، ولا يمر المني والبول خلال قناة مجرى البول في نفس الوقت. إذن لا يمكن مرور المني والبول في نفس الوقت. ويوجد شريط عضلي دائري يسمى العضلة العاصرة عند قاعدة المثانة البولية، يمكن التحكم فيها فتمنع البول من الخروج من المثانة أثناء عملية القذف أو إخراج المني. وكما قلنا أو معروف، القضيب هو عضو انتصابي يحتوي على نسيج انتصابي ذي فراغات دموية عديدة، إذن ينتصب بتدفق الدم إليه، وعند امتلاء هذه الفراغات ينتصب، وذلك بامتلاء هذه الفراغات بالدم، وتنتج حقيقة حيوانات منوية عديدة خلال حياة الحيوان الثدي بعد البلوغ. ويتكون الحيوان المنوي وهو ما يهم كهو أعراس ذكرية من ما يلي: رأس قطرها حوالي 2.5 مايكرون، قطر الحيوان المنوي. تحتوي على نواة كبيرة ذات سيتوبلازما قليلة وجسم قني، إذن جسم قني في مقدمة الحيوان المنوي، وتحمل النواة مجموعة أحادية من الصبغيات كما أسلفنا. والجسم القمي هو كيس يحتوي على أنزيمات تذيب جزءا من أغشية البويضة حتى يستطيع الحيوان المنوي أن ينفذ إلى البويضة أثناء الإخصاء. إذن وظيفة الجسم الطرفي أو القمي هو كيس يحتوي على أنزيمات تذيب جزءا من أغشية البويضة حتى يستطيع الحيوان المنوي كما قلنا أن ينفذ أثناء الإخصاء. المنطقة الثانية هي المنطقة الوسطى، تحتوي على ميتوكوندريا توفر الطاقة اللازمة لنشاط الحيوان المنوي. والجزء الثالث وهو الزين أو صوت يساعد الحيوان المنوي على السباحة نحو البويضة. ولو لاحظنا راح نلاحظ أن الحيوان المنوي بحجم الرأس أو النواة صغير جدا مقارنة بحجم البويضة، لأن الشكل إلى اليسار هو البويضة وأجزائها المختلفة، حيث تتألف من سيتوبلازما ونواة وغشاء سيتوبلازمي إضافة إلى الغشاء الخارجي المحيط بها. هناك الآن موضوع مهم وهو تقدير خصوبة الذكر. يشكل العقم مشكلة رئيسية لزوج من كل 10 أزواج يحاولون إنجاب طفل. قد يحدث العقم بسبب عدة عوامل، منها عدد الحيوانات المنوية المنخفض أو الحيوانات المنوية المعيبة إذا من ناحية التكوين. ويمكن تقدير خصوبة الذكر باستخدام المخطط البياني التالي. الحقيقة دائما عند تحليل خصوبة الذكر أو خصوبة الحيوانات المنوية لابد من دراسة عينة المني من خلال هذه المخططات التي نراها في الشكل. يمكن إذن تقدير خصوبة الذكر باستخدام المخطط البياني التالي، والذي يأخذ في الحسبان عدد الحيوانات المنوية: 1-2 حركتها، 3 شكلها. والحيوانات المنوية الشاذة مثل تلك التي بلا رؤوس أو لها ذيلين لا تحيا بشكل جيد في القناة التناسلية أصلا الإنسوية. والاستخدام المخطط البياني والذي يسمى النوموغرام يبين عدد الحيوانات المنوية من خلال الشكل وحركتها، الشكل
الثاني هذا اللي يدل على عدد الحيوانات المنوية، وهذا يدل على حركة الحيوانات المنوية بعد ساعتين. ومظهرها بالحقيقة المخطط الأول هو هاء اللي بيدل على مظهر الخلايا من خلال أنها سليمة أو غير سليمة. أرسم خطا مستقيما بين العدد المشاهد من الحيوانات المنوية وهو المقياس ألف، والنسبة المئوية للحيوانات المنوية المتحركة هي هاء بعد ساعتين طبعا من عملية القذف. وفي النقطة تقاطع هذا الخط مع المقياس ب والذي يمثل مقياس ما يربط ما بين العدد والشكل أو عدد الحيوانات المتحركة، ارسم خطا مستقيما آخر إلى النسبة المئوية المشاهدة للحيوانات المنوية ذات الرؤوس العادية على المقياس ه كما في الشكل ه. اقرأ مؤشر الخصوبة حيث يقطع الخط الثاني المقياس د وهو العمود الرابع ويعطي ذلك التقييم النسبي للخصوبة. إذن هو عبارة عن مقياس نسبي يربط ما بين عدد الحيوانات المنوية وحركتها أي نسبة الخلايا المتحركة وأيضا شكلها من حيث شكلها سليم أو غير سليم. فالتدريب العملي لهذا الموضوع هو قدمت لك عينة من المني، فحصتها تحت المجهر وجدت أن العينة تحتوي على 25 مليون حيوان منوي لكل سنتيمتر مكعب، وأن 35% منها قابل للحركة بعد ساعتين، و84% منها لها رؤوس عادية. احسب خصوبة ذلك الرجل، إذا نحسبه من خلال الخطوات التي ذكرناها برسم خط مستقيم ما بين الأول والثاني، ومن ثم نربط مع الخط الثالث بمستقيم فتطلع على المقياس دي مقياس الخصوبة.